هوني قا ما بقاتش هي تأثر فيا. ناري قودة هادي باش سبن حنين الصاط مشاخ خليدان عاودة اللقطة. شي السويتش ولا مشيش سويتش مقود هذا الدراري. يو السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد ورياكشن جديدة. هاد الرياكشن هادي مديورة ليكم نتوما، ماشي حيت انا باغي ندير رياكشن ولا باغي ندير رياكشن للتراك. هادي مديورة ليكم نتوما حيت درتو ليا ترنونو على البلان ديال المونس. باش نوضح ليكم واحد البلان ديال المونس الاو بي، كنا درنا رياكشن انا والمونس اونسومبل حيت كان دار واحد اللعيبة ديال سيونس ديكود، كانوا حاضرين بنادم انا مشيت درت رياكشن تما وتصور كلشي واللعيبات وداكشي طلع مقود ديال بصح، وما عرفت السبب علاش ما تلاحش. فهمتي انا ما عرفت السبب، يعني المونس هو اللي يكون عارف السبب علاش ما لاحش هذاك الفيديو، حيت هو كان باغي يدير بحال شكل البلان اللي كان دار طاني. المهم بحال هكاك ما عرفتش، يعني يقدر من هنا يلوحوا كذا تسناو البلان. بنادم بقى تيجي عندي علاش ما درتيش رياكشن، راه ماشي ما درتش رياكشن، راه الرياكشن الاوفيسيال راه مليوح، راه عند المونس مصوره عند المونس يعني ماشي عندي. وهاد البلان هذا صافي جات هاد اللعيبه حاجه وزياره انه كليب، انا ما كنت شفت الكليب يعني كنت سمعت التراكات. هاد البلان هذا ديال كارطابل مخدوم كليب، دونك غادي نرياكتيو الكليب اكثر من التراك، واخا هكاك راه غادي نفايبيو مع التراك. يعني الحماق ديال بوسحاق راه باقي هو هو، باش بلا ما بنادم يمشي بعيد يقول لك او كذا لا الرياكشن دوزنا كذا ولا شي لعيب، هذا ما كان. ونتمنى ان هذاك البلان اللي كنا صورنا مع المونس يتلاح، حيت فريمون طيارة تشوفوا بوسحاق تايرة شراشة الدراري. وكنت بنت بهذا البرودوي هذا النيت ديال المونس اللي تنشكرو حيت عطاها لينا واللعيبات. هذا هو البلان. قبل اي حاجة وقبل ما ندير لكم هذاك الانترو ديال كنتي اول مرة تشوفني، شكرا بزاف على لي فوت ديالكم الدراري، وخا هكاك راه مازالين حنا دابا يلا الدوزيام، فهمتي شكرا بزاف. وفتنا قول تقريبا شي 10700 ديال لي فوت، مازال الاولاني سبقني ب 2000 ديال لي فوت، يعني ما عليك الا انت لكتي مازال ما دخلتيش فوطيتي عليا، دخل فوطي راه لتحت في الديسكريبسيون غادي تلقى اللين الوحيد، تلقاه هو الاول، دخل له الدراري وسيبورتيونا الدراري، راه مزيانه فهمتي، راه مشارك في واحد الكاتيجوري اللي صعيبه ديال احسن شين يوتيوب فهمتي، يعني صعيب انك ديها ولا دينا، راه مزيانه الراب المغربي يعني فهمتي. اول باج ديال لي رياكسيون غادي ديها في ماروك ويب اوورد، احسن محتوى فهمتي اللعيبات كذا. وبوسحاق يسهل الدراري بالرجوله. يلا الدراري ما بقى لينا والو، نكونوا الاولين ان شاء الله. سو باش بلا ما نطول عليكم، لكتي اول مره تشوفني مالك الا انك تبط لتحت فرقع دير ديك سبسكرايب، دير ديك جرس باش تكون الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا لعندي الانستغرام اللي هو بوسحاق بوم برو، تما غادي تلقاوني ديما. وكيف ما العاده يي 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 يا اهو رش سكو 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 سير الله. شحال من واحد طاح وسبابو قلت النية، دراي نسا وزهر وموت بعود خليا، مسخت معا وزيد وسخن معاك الريا، غير لافي خدا خلتني كنزيد نجيا كنزيد نطيش، شحال من حاجة داس خلتني نضرب ونقيس. بالنسبة للعيبة راه هذا لازم ملي يتلاح الفيديو ان شاء الله، دابا غادي نبقى نفكركم هذاك الشيء اللي تقال في هذاك الفيديو فهمتي، نحرق لكم المراحل. احسن تراك عجبني كاين هذا، كاين نيكا كاع كاع فهمتي، هذاك التراك تا هو مايمكنش فغيمون، وهذيك هي اللي طلعت فيه الرياكشن، عشان عارف هذيك اللعيبه ديال الطنيز تكون فيها الرياكشن، عرفتي بقينا تنخراو بالضحك انا والمونز ديال بصح. وكاين التراك ديال كارطابل فريمون عجبني، وكان والفيتشرينغ يعني تقريبا دوك التراكات كاملين زوينين، غير هو راه رتبتهم انا في هذاك الفيديو فهمتي، دابا ما رتبهم لكمش، دابا غادي نتمزكو ونسكتو. راسي كداب خلاني كنزيد نتخيل، عيشة غير قداك يا اللي عاشا كيتخيل، داري كارطابل او ماي جاد زينا غير مالي كاباب، ارادان زاري مشى البيض وطرطار امادا. نايس الكليب. واحد القضية راه في خباركم، راه المونس هو اللي تيبقى يمونطي بعض المرات الكليبات ديالو، نشوف امين ديريكتد نوح، لا ماشي ماشي المونس لي، ولكن ضروري انا شاك، شوف انا شاك المونس يكون دار شي مغيزات فهمتي، عشان عارف المونس تيقيس. دام تنجنسيش غير الطاف طاف، على دام تشوفو نجارفو غير خاف خاف، بالام كي نموت ونخليو غير افكار، ابدا نخلي خوتي على قبل الافخاط، انا داك طاحو اللي بانين الافخاط.
عارف شوف فهمتي عارف شنو غيكون شي كليب مزيان فهمتي غير من اللعيبات عليها قلت صافي فهمتي حشكو اصلا كان البيبليك تيقول لي لا صاب دير شي لعيبه على المونس دير شي لعيبه على المونس احنا درنا. وبالنسبه في رمضان راه كاينين واحد البلانات الدراري في رمضان ما تزابيوش والله حتى غادي يعجبكم الحال في رمضان بر ولكن مورا الفطور دم رضوي لي وانا جاك خدي لي او فتره كدنيت كنت قلت للمونس هنا تتبان ارتيست ما تتبانش رابر فهمتي تتبان ارتيست اول كي كتبان لي في لينا لي كتعيشو دابا حنا راه ديجا من لينا صعب عيش صعب بما تجي الموت تدينا جانا جانا الوفي جانا باغي نصوغي راسي جانا غبي ما في كنبغي جانا هوني كاع مابقاتش هي تاثر فيا قودة هذي بس سبن حنين الصاد ما بقتش هي تأثر فيا شاخ خلي دم راودة لقطة شي سويتش ولا مشيش سويتش مقودة هذا الدراري اسمع شو لا سويتش شو لا سويتش رب شو لا سويتش كنسل دابا ولا قطران تبدل الريتم طب طب طبي كاش كاين يجي شي خطرات كنقول مليته تما راه درتو بدي اش الاغلاط كاع ما تسنيته نسالي صولو خويا حياتي بحال الغراب صوري خليته داري كارطاب او ماي جاد زينا غير ملي كاباب على دانزاري مشال دارونا دار فهمتي صغير شوي بيدو طارطار اما دام تنجنسيش غير بطافطاف على دام تشوفو نجارفو يخاف خاف لي بلون ديال الكليب وفهمتي ستايليز يعني اللباس واللعيبات فهمتي داكشي ناضي ديال بصح كاليتي لي ترانزيسيون اللعيبات المهم انا عرفتو فهمتي كليب يكون ثابت ادم كيموتو نخليو غير افكار ابدا نخلي خوتي على قبل افخاد انا داك طاحو اللي بانين الافخاد قمرة ضوي ليلي وانا جاك خيدي لنا باغي نعيشي لافي كي كتبالي في ليلنا لي كتعيشو دابا حنا راه ديجا من لينا صافي عيشة صعبة بما تجي الموت تدينا جانا جانا لافي جانا باغي نصوغي راسي جانا الدراري الا كنتو لاحظتو واحد اللعيبة وسط الرياكشن لاحظتو علاش مكنتش باغي نرياكتي شي حاجة سامعة فهمتي تكون قليل الملاحظات وقليل لي رياكسيون فهمتي وبعد مره تتسري تبقى تغني معاه تتخليه مطلوق فهمتي البلان الدراري يعني مره اخرى ما تبقاوش تسبوني انا ما درت لكمش رياكشن على شي حاجه عرفوا فهمتي سوا ديجا سامعه سوا ما غاديش يخرج فايب الدراري جري معايا هاد اللعيبه هادي راه دايره على قبل السوارت غبي ما في كم غيك انا هوني كاع ما بقاتش هي تاثر فيا ملموس زعلان المونتاج عثمان الساخي شارع وتقع الدراري مود الإيمان بلان بلان سو جايز كان هذا هو البلان ديال المونس مهم كانت هادي دوزيام ايكوت ماشي بخميغ ايكوت ولا رياكشن غير باش بنادم يبقى على خاطره فهمتي انا تيهمني هما انكم تبقاو على خاطركم الدراري هادشي اللي كاين كان هذا هو البلان ديال المونس كارطابل ما تنساش دخل صوت عليا الدراري فريمون محتاجكم الدراري علاش ما نكونوش حنا الاولين الدراري فهمتي بنادم تيدير فيديو تيدخل بنادم يصوت عليه حنا والو تتحرك معنا الساط تمشي غادي تدخل تكليكي دير فوطي صافي انت فوطي واش غتخسر 3 سكوند صاحبي هذا ما كان الدراري اللي كنت اول مره تشوفني ما عليك الا انك تهبط لتحت فرقع دير مو ديك سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديالي يوسف بوسحاق وتلاحوا عندي الانستغرام اللي هو bosحاق.pro تما غادي تلقاوني ديما وكيف ما العاده ياي اهو رش سكو